هذه أول مرة كنظموا فيها معرض جماعي هنا في رواق ضفاف. هذا المعرض الجماعي كيقدم مجموعة أعمال فنانين مغاربة مقيمين في الخارج. هذه الفنانين هما فنانين اللي فات لهم عرضوا هنا في الاسباس غيفاج ومن 2016 حتى 2024. بهذه المحاولة ديال هذا المعرض الجماعي الهدف ديالنا أيضا هو أننا نعطيو حياة جديدة للمجموعة الفنية لمؤسسة الحسن الثاني، وأيضا كنقدموا واحد المجموعة ديال الأعمال اللي عندها واحد طابع خاص اللي كتميز بطابع الهجرة، وهو النقطة اللي كتجمع جميع الفنانين اللي كيعرضوا في هذا المعرض، واللي هما كل واحد فيهم كيبقى متأثر بالتقنيات الفنية اللي متميزة في البلد اللي هو كيسكن فيه بالمهجر.